من الصحف البريطانية صحيفة The Guardian، كازاخستان ارتفاع عدد القتلى إلى 164 واعتقال 5800 شخص. ومن الصحف الأمريكية صحيفة Wall Street Journal، بوتين يؤكد ثقل روسيا مع الأزمات الإقليمية الأخيرة. أما من الصحف الإسرائيلية صحيفة إسرائيل هيوم، إيران والقوى العظمى تقترب من اتفاق مؤقت، سيتم رفع عقوبات ترامب. وكذلك من الصحف العراقية صحيفة الزمان، الحلبوسي يباشر رئاسته للبرلمان بتسلم قائمة الكتلة الأكبر من نواب الصدر. وأخيرا من الصحف السودانية صحيفة الجريدة، موكبا أم درمان والبحري يلتحمان ويحتسبان شهيد بالمكنمر. ونبدأ مع صحيفة The Guardian البريطانية. علي، إذن العنوان كازاخستان ارتفاع عدد القتلى إلى 164 واعتقال 5800 شخص. نعم، بليغ بحسب وكالات الأنباء الأرقام مختلفة تماما في الساعات الأخيرة، ووصل عدد الاعتقالات إلى ما يقارب 8000 شخص. والسؤال، بالأمس كان هنا السفير في هذا الاستوديو السفير الكازاخي في إسرائيل وقال أن الأمور تتجه نحو الاستقرار، هل 8000 شخص بمعنى الارتفاع بأكثر من 2000 شخص عن هذا العنوان وما تقوله وسائل إعلام أجنبية حول ما يدور في كازاخستان، هل هي اعتقالات ما بعد الاحتجاجات أم أن الاحتجاجات مستمرة؟ لأن في صريح العبارة يعني لا أحد يعرف الصورة الدقيقة لما يدور في كازاخستان. صحيح أن هناك أنباء عن عودة الإنترنت ما يشير ربما إلى عودة نوع من الهدوء والاستقرار، ولكن تبقى الأرقام غير دقيقة بسبب شح المعلومات الدقيقة والموثوق بها من داخل كازاخستان. ولكن الأرقام التي تم تداولها في الساعات الأخيرة تفوق 8000 بالنسبة لأعداد المعتقلين. المهم هو قضية أن هناك 164 شخص قتلوا حسب يعني وزارة الداخلية الكازاخية، التي يعني تراجعت في وقت لاحق وقالت أن كان هناك خطأ تقني. صحيح، ولكن مرة أخرى بليغ، في هذا النوع من الدول التي لا تسمح لوسائل الإعلام بأن تقوم بالتغطية بشكل شفاف لما يدور، علينا أن ننتظر انتهاء الأزمة لنعرف من المؤسسات الحكومية والغير حكومية وخاصة الغير حكومية المعطيات الدقيقة لما جرى في الأسابيع الأخيرة في كازاخستان. والآن إلى صحيفة ذا ديلي تيليغراف البريطانية، روسيا تتولى مهام الحراسة في المنشآت الاستراتيجية في كازاخستان. وصحيفة نيزيفيزيمايا غازيتا الروسية، قوات موسكو تعزز موقعها في آسيا الوسطى. نعم بليغ، الجانب الروسي يتواجد بقوة في كازاخستان في إطار معاهدة حفظ السلام الموقع بين روسيا وكازاخستان ودول أخرى مثل أرمينيا وطاجكستان وغيرها. والسؤال، هل بالفعل هذا التواجد الروسي يهدف إلى مساعدة الجار والحليف الكازاخي حتى تزول غبار هذه الأزمة، أم أننا بصدد أن نرى تعميق روسيا لتواجدها العسكري؟ الجانب الكازاخي يؤكد أن قوات روسيا ستنسحب من البلاد. هذا يؤكده بوتين أيضا. وهذا ما يؤكده بوتين، ولكن الإعلام الإسرائيلي الروسي حتى الآن يؤكد أن قوات موسكو تعزز موقعها في آسيا الوسطى، بمعنى أن هناك ربما نظرة أخرى للجانب الروسي. وعلينا أن نذكر بليغ، مفاوضات في جنيف حول الأزمة الأوكرانية، الجانب الروسي لا يفصل بين الأزمتين، من وجهة نظره هذا تحريك غربي للأوضاع في كازاخستان بهدف إثارة قلاقل في دولة حليفة مع سؤال، هل يعني سيكون هناك تأثير لتواجد روسي عسكري في كازاخستان على يعني حسابات بوتين بما يتعلق ب أوكرانيا وكل القضية في شرق أوروبا؟ يعني يمكن أيضا ربط ما يدور في سوريا بما يدور في أوكرانيا اليوم، يمكن ربط كل المواضيع ببعضها. هناك لا شك خلاف روسي غربي يتعلق بأجندة موسكو ومخاوف غربية من أن موسكو تعتقد أنه حان الوقت لاستعادة
أمجاد الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية السوفيتية السابقة. وفي هذا السياق ينظر إلى تطلعات وسياسات موسكو في أوكرانيا، إلى ما يدور في كازاخستان، إلى ما يدور في الشرق الأوسط وفي الكثير من المناطق. صحيح أن في مفاوضات جنيف اليوم أوكرانيا ستكون الملف الأساسي، ولكن باعتقادي مجمل سياسات روسيا ومخاوف الغرب من توسع روسي، وكذلك مخاوف روسيا من توسع الناتو إلى الشرق وإلى الحدود الروسية، ومؤخرا ذكرت فنلندا والسويد كمرشحتان للانضمام لحلف شمال الأطلسي، ولكن لا شك أنه يمكن في ظل الأوضاع الراهنة ربط كل خيوط كافة الملفات ببعضها البعض. استمرون في قضية كازاخستان. القدس العربي يكتب واشنطن تدين تشريع الرئيس الكازاخي قتل المتظاهرين، وموسكو باقون حتى استقرار الوضع. وصحيفة جلوبال تايمز الصينية تراجع تصاعد حدة الشغب في كازاخستان وسط الخلافات بين روسيا وأمريكا. نعم، واشنطن تدين تشريع الرئيس الكازاخي قتل المتظاهرين. الجميل أن نسمع إدانات واشنطن فقط حينما يكون القتل من الجهة المعارضة لواشنطن، ولكن حينما يقومون حلفاء واشنطن بالقتل لا نسمع هذا النوع من الإدانات. السؤال يعني لماذا هناك دائما محاولة قمع دموية من قبل الحكام في المستعمرات السوفيتية السابقة بالتحديد؟ يعني مظاهرات كهذه إذا اندلعت في أوروبا أو في دول أخرى لا نسمع عن 164 قتيل خلال أسبوع واحد. لا شك بليغ، هذه الجمهوريات السابقة تخلو من أي إرث وتقاليد ديمقراطية كما هو معمول به في الديمقراطيات الغربية. لا نريد الخوض هنا في نقاش فلسفي حول فقدان الديمقراطية في هذه الدول وفي الكثير من الدول مقابل فقدان الكثير من كرامة الإنسان وحقوقه المادية خاصة في دول الغرب، ولكن انعدام أي إرث وثقافة ديمقراطية بمفهومها الليبرالي في هذه الدول هو باعتقادي الذي يفسر هذه الأعداد. جلوبال تايمز الصينية تحاول الحديث عن تراجع الاحتجاجات. نعرف أن الصين تخشى أيضا من أن يطالها هذا الانتقاد الغربي حول حقوق الإنسان والاحتجاجات والإيغور وما إلى ذلك، لذلك الإعلام الصيني يفضل الحديث عن تراجع حدة الاحتجاجات. ديلي ميل البريطانية: الولايات المتحدة، بوتين يحمل مسدسا إلى رأس أوكرانيا. وفاينانشال تايمز الأمريكية: رئيس الحلف يحذر روسيا من استعداد الناتو للصراع في أوروبا. نعم، أنا لا أعتقد أن بوتين يحمل مسدس في رأس أوكرانيا. بوتين يحافظ على ما يعتبرها مصالح روسيا. أوكرانيا يعني دولة متاخمة، ليس فقط دولة جارة، ويعني تدويل الصراع الأزمة في أوكرانيا باعتقادي تزيد من نفوذ بوتين ومن تأثير بوتين ومن مكانة روسيا. أنا أختلف معك بهذه النقطة. قبل عام 2014 عندما احتلت روسيا شبه جزيرة القرم أو ضمتها بالاعتبارات الروسية، كان هناك فقط 25% من هم أوكرانيين يدعمون انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. الآن أكثر من 60% يدعمون ذلك. ألا يعني يقوم بوتين بالأمور التي في نتيجتها يعني تكون نتيجة عكسية على ما يريد بوتين في نهاية الأمر؟ هذا أيضا سؤال مطروح، هل هذا يعني يأتي بنتائج عكسية أم أن اقتراب أوكرانيا من الناتو يبرر لروسيا مزيد من الضم بحجة أن أوكرانيا تتآمر مع حلف شمال الأطلسي على حساب روسيا، على حساب مصالح روسيا؟ هل هناك تخوف من أن أوكرانيا بمساعدة حلف الناتو تحتل روسيا؟ لا خوف من احتلال روسيا من قبل أوكرانيا ولا حتى من قبل الولايات المتحدة باعتقاد، لأن الطرفان لا يريد يريدان هذا النوع من المواجهة. ولكن هناك خط أحمر روسي أن حلف شمال الأطلسي لا يجب أن يقترب من دول لديها حدود مع روسيا، دول ذات سيادة، ولكن حدود ذات سيادة. حينما ذهب الاتحاد السوفيتي لوضع صواريخ في كوبا هددت الولايات المتحدة في الستينات القرن الماضي بتفجير حرب نووية، يعني وهذا هذا هو ما يحصل، أن نعود بالفعل بليغ إلى أجواء الحرب الباردة وإلى لعبة ذات المجموع الصفر، بمعنى أن ما يكسبه طرف يخسره طرف آخر، وهذه الأجواء المشحونة
هنا تخيم على محادثات جنيف وستخيم على محادثات جنيف بالغد. أنا أخشى أن حتى وإن توصل الطرفان الغربي والروسي إلى تفاهمات فستبقى قصيرة المدى، وعاجلا أم آجلا سنشهد مواجهة دبلوماسية لا أدري إن كانت عسكرية أيضا روسية غربية على طراز مواجهات الحرب الباردة. مستمرون بنفس الملف، الشرق الأوسط، توتر غربي روسي يسبق محادثات جنيف. ذا هيرالد الأمريكية، الآفاق قاتمة مع استعداد الولايات المتحدة وروسيا للقاء بشأن أوكرانيا. ومرة أخرى من زيفيزميايا غازيتا روسيا، الولايات المتحدة وروسيا جهزتا أجواء مفاوضات بلا أوهام، والمسؤولون في البلدين تبادلوا تصريحات قاسية قبل اجتماعهم في جنيف. وعنوان رابع من صحيفة نيويورك تايمز، أوكرانيا تحاول بهدوء إجراء محادثاتها مع روسيا. نعم بليغ. العنوان في الشرق الأوسط، توتر غربي روسي يسبق محادثات جنيف، وهذا التوتر سيكون حاضر خلال هذه